خلاص اكل وقصه. لو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. هنعمل مع بعض النهارده الكنافه القمر اللي انتوا شايفينها دي، كنافه الكب فظيعه جدا وجميله جدا وحلوه جدا، تقدري تعمليها في المناسبات في العزومات تشرفك قدام ضيوفك، شكلها جميل ولذيذه وهنعملها بالكاستر. يلا بينا على المقادير بتاعتنا وتعالوا اقول لكم على الطريقه بتاعتي. اول حاجه هنبتدي بيها هنبتدي بالكاستر عشان احنا محتاجينه يبرد معانا. معانا هنا كوبايه ونص من اللبن، معايا هنا 4 معالق من الكاستر. على فكرة الكمية دي كبيرة، تقدري تعملي نص الكمية لو هتعملي نفس الكمية اللي انا عملتها بتاعت الكنافة. انا هنا حطيت اللبن وحطيت عليه الكاستر، مش هنحط سكر خالص لان احنا هنسقي الكنافة بالشربات. هنحطه على النار وهنستنى عليه كل شوية، نفضل نقلبه لحد ما يتقل على النار. طبعا زي ما بقول لك الكميه اللي انا محتاجاها في الفيديو ده تقريبا نص الكميه، يعني كوبايه الا ربع من اللبن، عليها 2 معلقة كبار من الكاستر. تقدري تستبدلي الكاستر بالنشا لو انت عايزاها يبقى لونها ابيض، مفيش اي مشكله خالص، بس انا حبيت اعملها بالكاستر ويبقى لونها اصفر كده وجميل جدا. تمام، انا بعد ما خلصت على طول طفيت النار وغطيته بكيسه كده وهسيبه يبرد علشان خاطر ما يعملش طبقه وش من على الكاستر. بعد كده بقى هنيجي نعمل بقى مقادير الشربات بتاعنا. معايا هنا 2 كوباية من السكر، هنستخدم شربات تقيل، وكوباية مية، ونص ليمونة. تقدري تستبدلي نص الليمونة بذرة صغيرة من ملح الليمون، بس أنا بحب بصراحة استخدم الليمون أفضل من ملح الليمون. لو حابة عندك ملح الليمون مفيش أي مشكلة خالص. ونبدأ بقى نحط كده شوية صغيرين، ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، تدي نكهة كده جميلة. هنقلبهم على البارد زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هنبدأ نحطهم على النار. انا هحطهم على النار لحد ما يغلوا، اول ما يغلي هوطي النار وهستنى 10 دقايق عليه، وبعد كده هنطفي النار. هيكون الشربات معانا بقى تقيل. عايزه تعرفي الشربات تقيل معانا زي ما انت شايفه كده، حطيتها على المعلقه وعملت خط كده بايدي، لقيت الخط ما رجعش تاني وما قفلش على بعضه، كده الشربات بتاعنا بقى تقيل وجاهز وعقد معانا. يلا بينا بقى على مقادير الكنافه. هنا معايا 1/4 كيلو من الكنافه. الكنافه دي كانت موجوده في الفريزر، هبدا زي ما انتم شايفين كده اكسرها. ومعايا هنا 1/2 كوباية من السمنه وربع كوبايه من السكر البودره. انا هنا زي ما انتم شايفين كده هستخدم مثلا 1/4 كوباية من السمنه، وهزود 1/4 كوباية تانيه من السمنه عشان حسيت ان الكنافه محتاجه. زي ما انتم شايفين كده انا فكيت الكنافه خالص، بس مش ده القوام اللي انا عايزاه. لو عندك الكبه تقدري تضربي الكنافه دي فيها، فانا عايزاها تبقى بودره شويه صغيرين، او تقدري تعمليها في المطحنه بتاعت البهارات زي ما انا عملت، مفيش اي مشكله. هنبدا ننزل عليها بسكر البودره ونقلبهم تقليبه كده زي ما انتم شايفين، بطريقه سهله وبسيطه جدا. وبعد كده اول ما السكر يتجانس مع الكنافه هننزل عليها بالسمنه. زي ما قلت لكم انا بدات بربع كوبايه سمنه، وبعد كده هزود 1/4 كوباية سمنه تانيه، بس معلش اعذروني ما اتصورتش، انا اسفه. بعد كده بقى هتبقى معايا زي ما انتم شايفين كده مرمله وجميله جدا. نيجي بقى للصينيه اللي هنسوي فيها. هنجيب هنا 2 معالق كبيرة من السمنه وهندهن فيها، وانتم عارفين طبعا ان الكنافه روحها السمنه، فلازم ندهنها بقى سمنه حبه حلوين. زي ما انتم شايفين ده المج بتاع القهوه. هنجيب المج بتاعنا الجميل ونبدا نحشيه زي ما انتم شايفين كده كنافه. لو ما عندكيش المج ده خالص وعندك القالب بتاع الكب كيك تقدري تستخدميه كبديل وتدخليه الفرن، وما تستخدميش الصينيه ولا الفنجان، ولكن انا حبيت الحجم بتاعه، حجمه صغير خالص كان جميل. وهتشوفوا ان الربع كيلو بتاع الكنافه ده عمل كميه حلوه جدا، وتقدري تعمليها لاولادك كده الكب الواحد كده، كل واحد ياخد كوبايه كده، شكلها جميل جدا وحلوه جدا. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الكنافه وبدات اعملها على الحواف، وبعد كده حطيت عليها الكاستر في النص وكبست بالكنافه. اهم حاجه بقى تستخدمي الستريتش فيلم اللي احنا مستخدمينه ده، هيساعدك جدا في انك تقدري تكبسي الكنافه في الكب وتطلعيها بكل سهوله. زي ما انتم شايفين ده الشكل بتاعها، شكلها جميل جدا وحلو قوي. تعالوا نعمل واحده تانيه. هنجيب زي ما انتم شايفين البلاستيك راب ده وهنبدا نحطه على الفنجان، ونبدا نحط كميه من الكنافه كانك بتعملي كوبيبه بالظبط او محشي، وتبداي ايه تفرغي الكنافه كده على الحواف. هتلزق معاكي طبعا عشان احنا حاطين سمنه وسكر بودره، وتسيبي كده الجزء اللي في النص كده حفره نحط فيها الكاستر، وبعد كده هنكبسها بكنافه مره تانيه. وبكده يكون شكل الكب بتاعنا سهل وبسيط واتعمل بكل سهوله وبساطه، ومش هياخد منك وقت ولا اي حاجه خالص. انا عايزاكم تجربوا الطريقه دي، لو اول مره تشوفوها اكتبوا لي في التعليقات تحت وقولي لي رايكم، واللي جربها يكتب لي
إيه عجبتكم ولا لا. الصراحة انا عجبتهم عندي في البيت جدا. زي ما شايفين ده شكل الكب بتاعنا جميل جدا. نخش بقى على فرن بدرجة حرارة 200، هنولع عليه من تحت وبعد كده نولع عليه من فوق، او لو درجة الحرارة بتاعت الفرن عالية جدا هياخد بس من تحت. زي ما شايفين كده طلع لونه ذهبي وجميل، ما تحاوليش تطولي عليه، بياخد حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة، بس لازم تتابعي علشان خاطر الكوبات بتاعت الكنافة صغيرة جدا. هنبدأ بقى ايه، احنا عملنا الشربات في الاول عشان يبرد، هننزل بالشربات البارد على الكنافة وهي سخنة، يشربها بسهولة جدا. زي ما شايفين شربات تقيل وجميل جدا. تقدري تزيني بقى ايه الكنافة دي بأي طريقة تعجبك. انا هنا زينتها بكريم شانتي وكريم، او تقدري تزينيها بالسوداني، انا اللي هو الفستق الكذاب، انا كنت عاملة سوداني كده لونه اخضر كده جميل خالص. ممكن تزينيها بالسوداني العادي خالص، هتبقى شكلها حلو جدا وبألف هنا وشفا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وانتظروني في وصفات اخرى. باي باي.